سلام الله عليكم مشاهدينا مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوسيط. لنفتح مرة أخرى ملف الشأن الثقافي، ولكن هذه المرة بمديرية الأخبار بالقناة الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. هذا الموضوع الذي استأثر باهتمامكم ووصلتنا بشأنه مجموعة من الملاحظات والتساؤلات هامة الكم والكيف للخبر الثقافي ضمن النشرات الإخبارية بالقناة الأولى. محاور هذا البرنامج واقع البرامج الثقافية والدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في نشر وترسيخ البعد الثقافي ببلادنا، أهمية وطبيعة الحضور الكمي والكيفي للأخبار الخاصة بالشأن الثقافي ضمن فقرات النشرات الإخبارية على القناة الأولى، وماذا عن الحيز الزماني المخصص للأخبار الثقافية داخل هذه النشرات، ما مدى مواكبة مديرية الأخبار للتظاهرات الثقافية المغربية داخل وخارج أرض الوطن، وإلى أي حد استطاعت هذه البرامج الإخبارية تلبية استنتاجات المشاهدين والفاعلين والمتتبعين في الحقل أو متتبعي الحقل الثقافي، وأخيرا هل من استراتيجية إعلامية مستقبلية للنشرات الإخبارية للنهوض بالشأن الثقافي المغربي. محاور أخرى نفتح النقاش فيها داخل الاستوديو مع ضيوفنا الكرام، الأستاذ عبد الرحيم الزباخ الإعلامي ورئيس المركز الإعلامي المتوسطي ومدير نشر جريدة لا ديباش بطنجة. مرحبا بك أستاذ عبد الرحيم الزباخ، وشكرا على تلبية دعوة المشاهدين والمستمعين. مرحبا الأستاذة زهور، ومرحبا بالسادة المشاهدين والمستمعين. يحضر كذلك معنا في هذا النقاش الأستاذ عبد الواحد ستيتو الصحفي من موقع الإلكتروني هاس بريس وروائي. مرحبا بك عبد الواحد ستيتو. شكرا جزيلا هذا البرنامج. زهور، شكرا لبرنامج الوسيط على الاستضافة، والشكر موصول للإذاعة والتلفزة المغربية. أهلا وسهلا بك. وعن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وعن القناة الأولى بمديرية الأخبار يحضر معنا الإعلامي الأستاذ عبد الرحيم بن شيخي مقدم النشرة الثقافية بمديرية الأخبار بالقناة الأولى وكاتب. أهلا بك عبد الرحيم بن شيخي. أهلا بك زهور، أهلا بالمشاهدين وأهلا بالضيوف الكرام. شكرا لكم على قبولكم دعوة المشاهدين والمستمعين. وقبل أن نفتح هذا النقاش دعونا نتابع هذا التقرير حول الخبر الثقافي داخل مديرية الأخبار. هذا التقرير من إنجاز إيمان سلوي وخديجة رافقي بمديرية الأخبار بالقناة الأولى. للخبر الثقافي بمختلف تلاوينه حضور وازن في النشرات الإخبارية للقناة الأولى بصياغ متعددة وبأجناس صحفية تتنوع بين الريبورتاج والبورتريه والسلسلات التي يوحدها الموضوع وتمتد على مدة زمنية معينة، نافذة على أهم التظاهرات الثقافية الوطنية والدولية. مواكبة لأهم المعارض الفنية وللوحات فنانين عالميين كمعرض غويا وبيكاسو ومعرض الفن الفطري أو رحلة إلى ينابيع الفن التي تستأنس بالشعراء في ليالي الخريف. صحيح، ومدينة طنجة يعني عرفت. قدمت النشرات الإخبارية للقناة الأولى أيضا تغطية لأهم الصالونات الأدبية والثقافية وقربت المشاهدين من مبدعين الشباب. تواكب النشرات أهم التظاهرات الفنية بتنويعات متعددة وبلغة الفن السابع. سافر الجمهور إلى أهم المحطات الفنية الوطنية كمهرجان مراكش الدولي وأيضا مهرجان موازين، أسماء لامعة في عالم الأغنية بشتى اللغات والجوائز والمحطات. ومن الموسيقى والفن إلى عبق الكتب، نافذة مشرعة على أسماء وازنة في محراب الأدب، تسلط النشرة الإخبارية للقناة الضوء على عدة مبدعين ظفروا بجوائز دولية كجائزة الشارقة، جائزة البوكر، وكذلك تحدي القراءة العربي. المغرب بشعبه وقيادته يمثل لي بمثابة الأخ، لأنه ساندني وساعدني، فلولا الشعب المغربي لما وصلت إلى هذا المقام.
مهم لأهم المحطات والإصدارات الثقافية، علاوة على مواكبة لأنشطة المعرض الدولي للنشر والكتاب الذي يجمع بين ظهرانيه صفوة المبدعين والمفكرين. تغطية مباشرة لأهم موعد ثقافي تعرفه المملكة. جديد الدورة 25 يظهر على أصعدة متعددة. أولا على مستوى البرمجة الثقافية هناك ما بين الشعر والمسرح والتشكيل والسلسلات والمتاحف والجوائز الأدبية الرفيعة والعروض الموسيقية، تتعدد الأشكال والمواضيع، لكن الهدف واحد، هو تقديم منتوج ثقافي يقرب المشاهد من عوالم الثقافة وينقله إلى أدق تفاصيلها. المواضيع الثقافية تحتل الرتبة الثالثة من حيث المواد التي تبث ضمن النشرات الإخبارية للقناة الأولى، حيث خصصت النشرات الإخبارية 86 ساعة للثقافة خلال سنة 2018. إذن كان هذا تقرير شاف كاف حول النشرات الثقافية أو النشرات الخاصة بثقافة بمديرية الأخبار بالقناة الأولى. فحيث نعرف بأن هذه البرامج الإخبارية الخاصة بثقافة عرفت تطور كبير، إلى أن وصلت في 2018 إلى أكثر من 86 ساعة نشرات مهمة متنوعة بلغات متعددة. أستاذ عبد الرحيم زباخ، وأنت المتتبع للشأن الثقافي، فكيف ترون يعني واقع البرامج الثقافية بوسائل الإعلام العمومي ولا سيما بالتلفزيون مديرية الأخبار كنموذج؟ حقيقة الرقم هو رقم مقبول، رقم 86 ساعة على مستوى الكم. نلاحظ تطور في الساعات المخصصة للبرامج الثقافية لتغطيات الشأن الثقافي، غير أنه على مستوى الكيف هناك ملاحظات عديدة، سواء على مستوى الفئات المستهدفة، سواء على مستوى الرقعة المستهدفة في الخريطة، في خريطة المغرب، تمثيليات خصوصا الطفل المعاق، أفراد الجالية المغربية. هذا اللي كنتمنوا أنه مستقبلا يتم استدراكه. نعم أستاذ عبد الواحد ستيتو، وأنت كذلك يعني الفاعل في هذا الشأن الثقافي، وأنت الروائي والمتتبع كذلك، فكيف ترون يعني هذه العلاقة ما بين الثقافة والإعلام؟ فهل فعلا هناك حد مهم في الثقافة في وسائل الإعلام السمعية البصرية ومديرية الأخبار على وجه الخصوص؟ أجيب أولا بصفة عامة، فطبعا حظ الثقافة لا يحتاج يعني إلى أن أقدم فيه رأيا خاصا. ربما والرأي العام أن الثقافة لا زالت تقبع في الظل في أغلب البرامج، أغلب النسبة ديالها كبرامج في التلفزة المغربية، ولكن بشكل عام بالنسبة لنشرة الأخبار على الأقل كمتتبعين، أخيرا بدينا كنجبروا فقرة مخصصة للأخبار الثقافية، كيمكن تأتيك بخبر من هنا وهناك، على الأقل كتبقى على اطلاع بالمستجدات، سواء من ناحية الصفحة اللي قال الزميل، من ناحية الرقعة الجغرافية اللي قريب لي لك أنت كيمكن لك تطلع عليه، اللي ماشي قريب فكيقربوا لك الزميل عبد الرحيم شيخي من خلال النشرة ديالو بالمستجدات. لحد الآن كنظن على حسب اللي سمعت في التقرير كاينة هي كتحتل المرتبة الثالثة، الخامسة. نعم، فكنظن مرتبة يعني توحي بأن يعني سواء من ناحية المرتبة الخامسة هي مرتبة محترمة. نعم، مقارنة مع باقي المواد. وبالنسبة لنا كمتلقين ليست يعني رقما اعتباطيا، فعلا نلمس ذلك في نشرات الأخبار. نعم أستاذ عبد الرحيم بن شيخي، وأنت تمثل مديرية الأخبار شاملة يعني بنشراتها الإخبارية بكل اللغات، وأنت كذلك مقدم هذه النشرة الثقافية، فكيف يعني ترون واقع البرامج الثقافية وما هو الدور الذي تلعبونه في ترسيخ البعد الثقافي؟ وهنا نتكلم عن الثقافة بمفهومها الواسع والشامل. نشرات الأخبار يعني هي تجتهد كل يوم. إذا ما أخذنا كما قال الزملاء الكرام، إذا ما أخذنا طبيعة المواضيع الثقافية في النشرات الإخبارية، فهي
تتواجد باستمرار على مختلف النشرات بمختلف اللغات، ونسبة تطورت من 2016 إلى 2018 بزيادة ديال تقريبا 30%. إلا كانت 60 ساعة خلال 2016، ف 2018 تجاوزنا 86 ساعة. فبالتالي الحضور ديال الشأن الثقافي ديال الإنتاج الثقافي داخل نشرات الأخبار هو حضور لأكيد أنه واللي جميل أنه حضور مستمر في الزمن لا ينقطع خلال الأسبوع كامل. ثم تأتي الصفحة الثقافية كتتويج لهذا العمل الجماعي المتكامل والموزع على سائر أرجاء المدن. البعض يقول بأنه هناك يعني هناك حد الأسد للدار البيضاء والرباط، وهذا خطأ. الآن انتقل مثلا إلى طنجة، إلى وجدة عاصمة الثقافة العربية، خلال إلى مراكش، إلى الجهة الشمالية، إلى الجهة الشمالية بنظر إلى الطبيعة وقوة التظاهرات الثقافية التي أصبحت تحيا بهذه المدن. نعم. فيعني أن الشأن الثقافي حاضر وباستمرار ومتواصل. نعم. فهل ترون أساتذة كرام بأن هذا التواصل موجود، بأن هذه المواكبة موجودة؟ واش عندكم يعني واحد المجموعة ديال الانتقادات أو هي يعني ملاحظات حول هذه المواكبة؟ تفضل سي عبد الرحيم، أنا كنبغي تزيد شي حاجة. طبيعي أنه تكون مؤاخذة، فلا ننسى أنه بأن الشخص المثقف أو الثقافة بصفة عامة هي ميدان لحوح. يعني لا يمكن، ربما نتحدث عن رواية كاتب في مرحلة محددة بطريقة ما، ولكن نكتشف فيما بعد أن 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 هذه الرواية لها جانب آخر، فنعود للكلام عليها. نعم. هذا ما أردت إضافته فقط. شكرا أستاذ رحيم. أستاذ عبد الرحيم تفضل. الحي الزمني اللي كيحتله الشأن الثقافي في نشرات الأخبار بفرنسية والإسبانية هو حي زمني كبير مقارنة مع الحي الزمني اللي كيحتله في نشرات الأخبار باللغة العربية. هذا عنده دلالات. كاينه مسألة أخرى بالنسبة للتغطية، وخا أن هو فعلا التغطية انتقلت، ما بقتش متركزة في المركز محور الدار البيضاء الرباط. فعلا كنلاحظوا أن التغطية الإعلامية، التغطية المخصصة لمدينة طنجة مثلا، المنطقة الشرقية، هي تغطية من ناحية الكم، يعني ارتفع الحجم ديالها. غير أن بعض المناطق اللي هما كيبقاو دائما في الظل، كيعيشوا في الظل، الأنشطة الثقافية اللي كيكونوا فعلا في المستوى، كيكون من ناحية ديال الجودة ديال المنتوج الثقافي، ولكن ما كيحضر مثلا وزان، مثلا بنقرير، مثلا نقدروا نقولوا بعض المناطق أسفي، ما كتحضرش بالتغطية الإعلامية، رغم أن كنلاحظوا بشكل كبير. لا هي تحضر بتغطية ولكن ليس بشكل كبير، ما كتكونش عدالة. نعم. سي عبد الواحد السيتو، الإضافة. أنا كنظن السؤال اللي خصو يتطرح هنا يعني ماشي مباشرة توجهه بالنقد فارق العمل في نشرة الأخبار الثقافية، ليس النقد، ولكن يعني هناك لا، حتى النقد مقبول، يعني حتى مصطلح النقد. نعم. يعني ماشي قدقي، النقد البناء، النقد البناء طبيعة. نعم. ربما السؤال اللي كيتسأل هو واش ذيك المناطق كتشهد بعد تظاهرة ثقافية، السؤال الأول. نعم. وإن كانت تشهد، هل هذه التظاهرات تستحق التغطية؟ عاد مر المرحلة الثالثة الأخيرة، وهي هل غطيت أم لا. أنا عارف أن كإعلامي كنعرف الإكراهات التقنية، الإكراهات العنصر البشري، واش موجود عنصر بشري لغطي التظاهرة الثقافية أيا كان نوعها، واش ماشي موجود. بعد ذلك يعني لو كان هادشي كان متوفر، هنا عاد نزوم مرحلة لما لا، علاش ما تمش تغطية هذه لا. نضيف هادشي كامل وهو أن الناس اللي كينظموا التظاهرات الثقافية إلا كانوا مثقفين، فالمثقف الغالب ما كيشغلش راسه بالتفاصيل الإعلامية، وما كيحاولش يجتهد على الأقل عندنا أنه هو يتواصل مع وسائل الإعلام. نعم. بشي روش. نعم. تماما. نعم. هذه الثقافة غير موجودة بشكل كبير. الناس اللي عندهم فيحظون بالتغطية، وما نظنش أن زعما التلفزة المغربية ما تستجبش شي دعوة إن كانت تستحق. واللي ما عندهمش فهما في الأخير كيكتشفوا أن مر النشاط بصمت، لم تكن التلفزة غير حاضرة،
لا يدري لماذا، بينما هو قد يكون العيب فيه، يعني ليس بالضرورة ولكن قد يكون العيب في سوء تواصله. نعم، فربما من السؤال وأنا أعطي الكلمة، هل هناك إكراهات سيدي عبد الرحيم؟ لا، هو ليس هناك إكراهات، مفهوم إكراهات هناك يعني في تغطية وتتبع. لا، دائما أنه ربما إلا بغيت نقول لك بأنه ربما أن هذا شيء عن تجربة شخصية، يعني أنه ربما أن الصحفي قد يقوم بثلاث تغطيات إلى أربع تغطيات يوميا في سبيل الثقافة. هذه مسألة عشتها أنا كشخص، يعني مع زملاء يعني يحبون الثقافة. الجميل في الثقافة هو أن هناك صحفيون يحبون أن يشتغلوا في الثقافة، يحبون أن يلتقوا كتاب، لأنه هذا اللقاء هو لقاء راقي. نعم. يحبون أن يلتقوا يعني في ندوات، لأن في ندوة ثقافية هناك إفادة واستفادة. وتلتقي مع فكر نير في المغرب، تبارك الله عندنا إنتاج فكري من طراز عالي جدا. بالنسبة لما يسمى بالخريطة المغربية، فمن كنلقوا بأنه كاين مهرجان ديال السينما بزاكورة، مهرجانات بالعيون، مهرجانات بالداخلة، مهرجانات بوجدة، بطنجة، بمكناس، بأسف مهرجان العيطة يعني له صدى كبير، وهو مهرجان ثقافي بالدرجة الأولى. نعم. فأقول بأنه الإكراهات يتغلب عليها في سبيل إنجاز المادة الثقافية التي يحبها الجمهور كذلك. المغاربة لحوحون على الأستاذ الزهور، لحوحون على التلقي الثقافي. فنحن نتكلم عن المتلقي، فما هي تطلعات الجمهور المغربي حول هذه المواكبة الخاصة بثقافة بإعلامنا السمعي البصري وخاصة بمديرية الأخبار بالقناة الأولى؟ هناك متابعة للنشاط الثقافي على مستوى النشرات الإخبارية على مستوى المجلات، وإن هنا بقي هناك نوع من الخصاص، خاصة أننا نلاحظ عموما أن النشاط الثقافي يقدم عادة، أو الخبر الثقافي يقدم عادة في نهاية النشرة الإخبارية. من المفروض أن تكون هناك مواكبة قوية، بالإضافة إلى هذا الجهد أضيف إلى ذلك أن مسألة الاهتمام بالنشاط الثقافي على المستوى الإعلامي نابعة من كون الإعلامي هو نفسه ممارس وفاعل في الحقل الثقافي، وهذا ما يشهد لبعض زملائنا في القناة الأولى الذين هم أيضا فاعلون في المشهد الثقافي الوطني. حرصت القناة الأولى دائما على تغطية ومواكبة مختلف تظاهرات ثقافية في مختلف الجهات الثقافية المغربية، وهذه التغطيات تتم عبر مراسلة القناة وعبر دعوة القناة إلى تغطية هذه التظاهرات، وهذا ما لا يحدث بالنسبة إلى الكثير من المؤسسات، لذلك تتعدى تغطية هذه التظاهرة، بينما ألفنا وعهدنا في القناة الأولى أن تواكب جل هذه التظاهرات متى دعوناها إلى ذلك في أقاصي مختلف الجهات المغربية. الثقافة في الأخبار ما كايناش عندنا بزاف في المغرب، خاصها تكون اكثر في لافان ديال الاخبار، نبقاو نديروا اون مينوت ولا دو مينوت ديال الثقافه باش 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 المغاربه يتقفوا اكثر وهما يتفرجوا في الاخبار، لقاش نسبه كبيره ديال المغاربه يتفرجوا في الاخبار. اعتقد بان اهم رساله في الخبر الثقافي ضمن نشره الاخبار ككل هو التاكيد على حضور الجانب الثقافي باعتباره رسالة للمجتمع المغربي، رسالة تهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة الاعتبار للثقافة باعتبارها مكون من المكونات الرئيسية في بناء الشخصية المجتمعية، على أساس أن قضية الثقافة لا ترتبط فقط بجغرافية الخبر ضمن النشرة، وإنما ترتبط بالتنشئة وبالتربية الثقافية للمجتمع، للاعتبار بأن الأصل في التنمية والأصل في بناء شخصية الإنسان والأصل في بناء منهج التفكير هو صناعة ذات التفكير. ولذلك فهذا الخبر الثقافي الأصل فيه أنه رسالة يعني مرتبطة إما بالإخبار المواعي الثقافية أو مرتبطة أو مد الجسور مع العالم الثقافي أو على مستوى استحضار المادة الثقافية في النشرة الإخبارية ككل. هذه الأيام يعني أخيرا استطاعت الإذاعة أو التلفزة أن توصل الخبر الثقافي إلى الجمهور أو أن تتواصل مع المثقفين من خلال إيصال خبرهم الثقافي إلى العموم. هذه مسألة نلاحظها أخيرا ومسألة حيوية وجادة طبعا على مستوى العمل في الإذاعة أو في التلفزة المغربية. ينقص فقط أن ليس هناك
موازات أو هناك ملائمة أو توازن ما بين الخبر السياسي والخبر الثقافي. هنا يكمن الخلل. غالبا ما يغلب الخبر أو الإعلام السياسي أكثر من الإعلام الثقافي. هي في الحقيقة ما كاينش مواكبة فعلية لكل الإنتاج الثقافي، لأنه يستحيل أنها تكون مواكبة كل ما ينتج، لأن حاليا الإنتاج الثقافي راه كبير أكثر من إمكانيات الإذاعات والتلفزيون والجرائد، أكبر من إمكانياتها. ولكن ومع ذلك أنه بالنسبة لنشرة الأخبار ما نادرا أنه صادف شيء حديث على كتاب صدر، في كتاب فكري ولا كتاب فلسفي ولا كتاب شعري، ما كاينش هذا الحضور، ما كاينش. بعدا ما حاليا ما حضرني حتى شي صوره ديال ان كتاب تم الحديث عنه في نشرات الاخبار. تقول الثقافه في الاخبار بالنسبه لي تيبان عادي، ولكن في البعد الاخر هو الاساس اللي غيحول الذهنيه المغربيه، الذهنيه الشعبيه، الى تحق بالمثقف، بالنخبه المثقفه. بمعنى اخر راه الا كانت الاخبار اللي كتب السياسه والرياضه والفنون كتدخل الثقافه، بمعنى كتربي الانسان المغربي، كتردو الى ثقافته. ما معنى هذا الزرابي؟ ما معنى هذه الاصدارات؟ ما معنى هذه الاطعمه؟ ما معنى هذه الالوان؟ ما معنى هذه العادات؟ اذا الثقافه كتعطيك روح لاشياء اللي كتبقى مجرد جسد. ما لم نفهم هذه الروح لن نفهم دور هذا الجسد. اذا انا بالنسبه لي ثقافه كاخبار وكاعلام وكتواصل ضروريه في كل مسار اعلامي ناجح. إذا كانت هذه مجموعة شهادات سقطتها كاميرا الوسيط، والتي بمجملها كل تطلعات الجمهور المغربي لإعلام ثقافي هادف وجاد لتبليغ هذه الرسالة. فسي عبد الرحيم، عندك مجموعة من أظن الأجوبة حول ما جاء في هذه الشهادات أو تتمة أو التوضيح للرأي العام حول الدور اللي كتلعبه مديرية الأخبار في مواكبة، وكذلك يعني دورها كونها شريك فعال في ترسيخ مبدأ الثقافة بإعلامنا العمومي. هذا يعني تحصيل وحاصل، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومديرية الأخبار على وجه الخصوص أنها شريك في النهوض بالعمل الثقافي وتعمل عليه منذ مدة طويلة. لا ننسى بأنه الآن المرجعية الأساسية في عدد من التظاهرات الثقافية، والإخوان يعرفون ذلك، هو أرشيف القناة الأولى من الستينيات إلى اليوم. فهذا الأرشيف يشهد بهذه الاستمرارية في التعامل والعناية والنهوض بالشأن الثقافي داخل المغرب. هناك يعني أسئلة وردت وأجوبة وردت في نفس الروبورتاج. نعم. هنا يعني أنه أهمها قال بأنه الصحفي في حد ذاته مثقف، ويجب أن يكون مثقف كي يتكلم عن الثقافة. الثقافة لا يتكلم عليها جاهل، يجب أن يتمكن من الأدوات لتفكيك المشهد الثقافي المغربي ونقده وتقديمه بشكل مبسط إلى الجمهور، ولكن لا نقول بأنه مبسط الفج، ولكن المبسط المفهوم. نعم. القابل إلى الفهم والقابل إلى التقريب من الجمهور. نعم. عندما أستاذة تكلمت مثلا عن تقديم كتاب فلسفي، هنا مشكلة، كيف نقدم كتاب فلسفي بطريقة مبسطة للمتلقي، يعني بطريقة مبسطة إلى هنا تكمن قوة الصحفي، والإخوة الزملاء يعرفون ذلك. كيف نقدم ديوانا شعريا من الحجم الكبير في وقت وجيز إلى المشاهد ونحببه في هذا الديوان كي يذهب ويكتشفه؟ هنا تكمن قوة العمل الصحفي في القناة الأولى في مديرية الأخبار. نعم. سي عبد الواحد ستيتو، أنا أعطيه الكلمة سي عبد الواحد ستيتو. يعني هنا واش الإعلام السمعي البصري، الإعلام العمومي خاصة والإعلام عامة، في حاجة إلى إعلاميين متخصصين في الثقافة؟
يعني واش هنايا حنايا كنتكلموا على اولا على تخصص، ثانيا يعني على النخب. دائما حنا كنربطوا الثقافه بالنخبويه، فكيف يعني نخرجوا من هذه النخبويه الى الجماهيريه، والدور اللي كيلعبوا الاعلام العمومي يعني في تقريب الماده الثقافيه الى من المتلقي. اولا يفترض في الصحفي بصفه عامه ان يكون مثقفا من الدرجه الاولى، من بدرجة ثانية الصحفي الذي يغطي ما هو ثقافي يفترض فيه أن يكون أكثر ثقافة، أكثر إلماما، أكثر اطلاعا على تفاصيل المادة التي يغطيها. هذا طبعا شرط ضروري للتغطية، أولا كما قلت لتسهيل المعلومة وتبسيطها للقارئ دون تسطيح، كي يفهم المتلقي وكي تغريه بالمتابعة. لاحظي هنا أن الثقافة لحد الآن الكلمة بين مزدوجتين منفرة بالنسبة للمشاهد. عندما يسمع الثقافة في الغالب إن نعم ينفر بشكل ما، يضع مسافة بينه وبينها، ربما قد لا يشاهد النشر. ما تشيك نقول عليه بأن النخبوية كتبقى ثقافة في الخانة ديال النخبوية ديال النخب. هذا من الأخطاء المرتكبة يعني إن شئنا نسميها كذلك. يعني لكي لابد أن نقرب هذه الثقافة للمشاهد، أن نبعد هذا النفور بحيث تصبح كلمة ثقافة يعني مغرية للمتابع، من خلال مثلا نشرات الأخبار، طريقة تقديم نشرات الأخبار والخروج من النمطية، الخروج من ذلك الشكل التقليدي للتقديم. نحن لسنا مجبرين أن نقدم بنفس الطريقة التي قدم بها في الستينات مثلا أو السبعينات، نحن الآن في زمن مختلف، ربما تقديم بطريقة حديثة بمصطلحات أقرب إلى الفهم، استضافة أشخاص عاديين ليس بالضرورة قراء مثلا، حتى نقرب الرواية من القارئ، المسرح من والسينما من المشاهد، وهل مجرى. نعم أستاذ عبد الرحيم زباغ، تكملة لما قاله الزميل عبد الواحد ستيتو، نحن في داخل المركز الإعلامي المتوسطي وتماشيا مع الأهداف المسطرة حاولنا برمجة دورات تكوينية لفائدة الصحفيين في الكتابة الثقافية، وهو نفس الشأن اللي سنحاول، لما لا نحاول برمجة دورات تكوينية للمثقفين في التواصل. وبهذه الصيغة ممكن أننا نحاول نساهم كمركز ولا كهيئة تمثل صحفيين في الرفع من لا الجودة لا 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 الكم ولا الكيف ديال التغطية. نقطة أخرى بقت يجب إضافتها هي أن الرقم من ناحية الكم، التغطية الصحفية للشأن الثقافي في المغرب ولا تغطية مديرية الأخبار هو رقم محترم إذا قارناه ببعض الدول المجاورة، مثلا دولة مثلا إسبانيا اللي هي دولة عندها باع في الشأن الثقافي وعندها قنوات متعددة متخصصة في الثقافة، كذلك كنلاحظوا تراجع كبير في الحيز وفي الوقت اللي كنلاحظوا في القنوات المغربية يعني عموما، وهذه بادرة يعني كان نهو بها. فيعني كيفاش كتشوفوا هذه المواكبه ديال مديريه الاخبار ما يخص الشان الثقافي داخل وخارج الوطن؟ حنا كنعرفوا بان عندنا يعني كتاب وان ما شاء الله واحد الهامه ثقافيه اللي هي كتسكن يعني في بلاد المهجر، ويعني كاين واحد التتبع كبير من طرف، انتم كيفاش كتشوفوا كمثقفين؟ ملاحظه هي ان القناه الاعلام العمومي لا زال ما كيعطيش ذاك الاهميه للشان الثقافي اللي كينظموه ابناء الجاليه مغاربه العالم، خصوصا وان كنشوفوا فعاليات اللي هي معروفه وفعاليات اللي كتبرز في الساحه الثقافيه في بلاد المهجر، ولكن للاسف الشديد الاعلام العمومي المغربي ما كي يغطيهاش بالحجم اللي كنتمناو حنا كصحفيين وكيتمناو هما كفعاليات ثقافيه. سي الواحد سيتو ربما كان عندك راي في هذا الموضوع هذا. لا العباره في الحقيقه جات لي في البال ديالي وهو تقريب الثقافه من المواطنين، يعني بدل اننا دائما ننتظروا وما نتعاملوش بواحد نوع التعالي مع الانشطه الثقافيه. قبيله انتقدت منظمي الانشطه لانهم ما عندهمش اطلاع بوسائل التواصل، ولكن يفترض
في مقدم الأخبار الثقافية وطاقم الذي يعمل معه أيضا أن يكون على اطلاع بالتظاهرات الثقافية الجارية، فإن كان هناك تظاهرة ثقافية تستحق حتى لو هذه التظاهرة لم تستدعيني، يعني لا بأس أن نقترب نحن من من منظمي هذه التظاهرات ومن المثقفين بصفة عامة. نعم، كم تظاهرة لم نعلم بها وغطيناها وهي كثيرة. نعم. إضافة للسؤال اللي طرحتي ديال التواجد ديال المغاربة المقيمين بالخارج. يعني هذه التجربة هذه يعني من غرائب الصدف أو من غرائب ولا من جميل في الشخصية المغربية هو أنه جميع المغاربة اللي تيكسبوا في الخارج وتيفوزوا بجوائز أولى هذا كيسر أنه بعد أسبوعين كيجي يقدم الكتاب ديالو في المغرب. عجيبة هذه المسألة. لا بدون ذكر أسماء يعني ليلى السليماني الطاهر بن جلون كثير منهم فمن بعد أسبوعين كيجيو كيقدموا الكتب ديالهم وكنمشيو كنتلاقاوهم. إلا كانت إمكانية أنه نغطيهم فين كانوا كتكون نعم مصادفة. الدليل على ذلك الأساتذة، وانت تتعرفي بأنه آخر معرض دولي للنشر والكتاب الحضور ديال الكتابات المغربية بالخارج بشكل كبير، يعني اكتشفت أنا أول مرة يعني واحد زخم كبير ديال هذا الحضور وغطيناه هو كبناه وعرفنا بهم وكان عندهم إصرار أنهم يمروا في القناة. كاين حضور يعني مهم طبيعي، كاين حضور ولا نغفله سواء لا في جميع ماشي في الكتاب، حتى على مستوى السينما، حتى على مستوى الفوز في المسرح في الفنون. قضية أخرى أستاذ زهور هو أنه دابا كنتكلموا على الشأن الثقافي وكنساو ثاني التراث اللامادي، كاين عدد ديال المهرجانات اللي كتهتم بهذا الشأن هذا، ولا لاحظتوا خلال رمضانات أنه خصنا سلاسل ديال الماء، سلاسل ديال الطبخ المغربي اللي كتمر في جميع النشرات، سلسلة ثقافية على مدى شهر رمضان كاملا في جميع النشرات الإخبارية، واللي غدا تستمر وغتكون عاود ثاني دابا التفكير في استراتيجية جديدة للتغطية الثقافية ان شاء الله. نرشح على السي عبد الرحيم بن شيخي، ولكن انا كنطلب منكم ان توقفوا مرة اخرى عند هاد الشهادات حول مواكبة القناة الاولى مديرية الاخبار للتظاهرات الثقافية والتعريف بمثقفي مغاربة العالم. انا بالنسبه لي النشره الاخباريه فيها كيكون فيها واحد النقص في الجانب الثقافي، علاش لا ما تكونش مبادره من الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفازه باش تنظم دير واحد النهار في الاسبوع اللي دير فيه على الاقل واحد 20 حتى 25 دقيقه اللي يكون فيها تكون مخصصه للجانب الثقافي 100%، اللي يكونوا فيها مثلا الشعر ولا اشاره ديال الشعر او لا ديال الموسيقى ولا السينما ولا على حساب، المهم يكون المحتوى 100% ثقافي. من الناحية الثقافية يعني هناك يعني جهد ولكنه لا زال لم يرقى إلى مستوى التطلعات ديال الجالية المغربية. الآن أفراد الجالية المغربية ينتجون يعني فكر وثقافة ومعرفة بمختلف لغات العالم، يعني في جميع الدول بطبيعة الحال يستمدون مضامينهم من التراث المغربي الأصيل، ولكن التعريف بهذه الثقافة ما زال ضعيف جدا عبر وسائل الإعلام العمومي. يعني نتمنى لأن خاصة وأن دفتر التحملات ديال السينيرتي ولا ديال الدوزيم ولا ديال كذا ينص على أن القنوات العمومية تهتم بالربط الثقافي يعني بين المواطن المغربي والهوية ديالو، إذا كنلاحظوا أن مازال ما كناش برامج في هذا المستوى وتستجيب للتطلعات. إذا بطبيعة الحال هنا راهم الإشارة باش نشتغلوا مع الإعلام العمومي باش نستطيعوا ندعموه ونرفعوا من يعني نوعية البرامج اللي خصها توجه للجالية، لأن الآن عندنا جالية فيها أكثر من 5 مليون الناس ولها انتظارات من طرف الإعلام العمومي، لأن تعتبر هذا الإعلام هو الإعلام الذي يمثله. كاين هاد الفكره الجديده اللي ديال الاهتمام بالثقافه وبالمثقفين في الداخل وفي الخارج، كنشوف انا بين هاد الفكره مزيانه بزاف، لان كان واحد الاهمال قبل وكان الناس ما كيضربوش فينا القد. ميتنو جيسبر كو سافا اتر ان رينوفو كو سافا ايدي. Parce que c'est par la culture qu'on partage aussi l'identité d'un pays, son développement, son émancipation. الجلة الثقافية التي تقدم في نشرات الأخبار يجب أن تأخذ حيزا أكثر من الزمن باش نعرفوا شنو طاري في الساحة الفنية والثقافية في عموم المغرب، لأن كيبقى فينا الحلم كنحلوا القنوات مثلا الفرنسية لأن احنا مفرنسين،
كنشوفوا باللي بزاف الحاجات كطرا في ديك الاخبار، لا الصباح ولا الظهيره ولا الليل، كاين واحد الفيرنيساج كلكو بار، كاينه واحد توقيع كتاب، كاين مسرحيات، لان حنا ملي كنعملوا مسرحيات راه ما كيسوق لنا شي الخبر حتى شي واحد. الا ما جات شي التلفازه تعاون ولا القنوات بهاد الاعلانات بحال هكا راه ما بقى والو، والناس كيقول لك ما بخبرناش ما شفناش. الحمد لله دابا المواقع كيف ما كتعرف الاجتماعيه اللي ولات حتى هي ان سوبور ميدياتيك مهم باش كنوصلوا الخبر الثقافي للناس. اذا انا اشد على ايدي مقرري ومبرمجي الاخبار باش ان عفاكم تبقى ديك المجله الثقافيه يكون عندها حضور يومي ويزاد لها شويه في الزمن. انا احلم ان اجد اخبار للثقافه، برنامج إخباري خاص بتقديم الكتب وبالتواصل مع الكتاب وبالاستماع إليهم وبالذهاب إلى المطابع لمعرفة ما الذي سيصدر والجديد الذي سيكون في الساحة الثقافية والفكرية والإبداعية، وأيضا مواكبة اللقاءات الثقافية. أنا شخصيا أحضر عدد من اللقاءات الثقافية في مدن مختلفة من المغرب. لا نجد التلفزيون حاضر لتغطية هذا اللقاء أو لمحاولات تقديم صورة عن ماذا يجري في القاعات، شيء الذي يجعلنا أو يجعلني شخصيا أحس بأن ما زلنا نحتاج إلى عمل وجهد كبيرين لأجل أن نضع الثقافة في سياقها الذي هو اليوم إحدى الضرورات الأساسية في أن نجعل الإنسان المغربي إنسان مثقف. وحين أتحدث عن الثقافة لا أتحدث عن القراءة أو الكتابة، تحدث عن الثقافة بمعناها الأنثروبولوجي الشامل الذي يمس كل المجالات الحياة اليومية التي نعيش فيها بما فيها اللباس والمطبخ والرموز والدلالات الموجودة في مجتمعنا. ماذا بينا تكون واحد النشرة ثقافية متخصصة اللي عندها واحد الحيز الزمني اللي هو كبير، لأنه ما غادي يجي حتى الأخير الأخبار وتبقى الناس اللي هو يعني واحد اللي تنتظر مسألة ثقافية يبقى يتسنى حتى الاخر واحد الخبر اللي فيهم الساعه باش يسمع واحد دقيقه او دقيقه ونصف. فماذا بينا نشوفوا واحد النشره ثقافيه موازيه لتتفتح على جميع المعطيات الثقافيه في جميع جهات المغرب. لابد من اعطاء الاهتمام للخبر الثقافي، وعليه فانا اتمن عاليا هذه الوقفه مع الاخبار الثقافيه مع عتابي على كون لازلنا حبيسي الخبر السياسي، لذلك يجب علينا اليوم إعادة الاعتبار للخبر الثقافي في إعلامنا العام، هذا بإيجاز غير مخل. إعادة الاعتبار للخبر الثقافي والمبادرة في الترويج للمادة الثقافية عبر وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي يعني كانت من المتطلبات هذا الجمهور، وكذلك الرفع من نوعية البرامج الموجهة للجالية. عبد الرحيم بن شيخي، مجموعة من المتطلبات ديال الجمهور وعلى رأسهم الحيز الزمني مخصص الأخبار الثقافية. صحيح أنه من حق الناس أنهم يطالبوا أن الحيز المخصص للثقافة يكون أكبر. لماذا؟ لأنهم يحبون ثقافتهم. أنا لا أؤاخذ الناس عندما تطالب بحيز زمني أكبر، هذا حقهم، والمغاربة يحبون ثقافتهم بمختلف مشاربها ويريدون أن يطلعون على الجديد، وبالتالي فمديرية الأخبار تشتغل على هذا المعطى من خلال استراتيجية جديدة، من خلال يعني تفهم للإنتاج الثقافي المغربي من كتاب، من شعراء، من سينما، من 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 تلفزيون كذلك. يعني تتفهم هاد الزخم من المطالب وتعمل وستعمل على تحقيقه. الآن لدينا صفحة ثقافية، الكل سعيد، ولكن لا نقول بأن الكل يعني قد وصل إلى الاكتفاء. نعم، سنستمر في هذا الإبداع، سنستمر في العطاء، في التعامل مع الشأن الثقافي من أجل أن يكون هناك يعني مواكبة حقيقية وجيدة. الجودة أهم عنصر في التغطية الثقافية لشأننا الثقافي المغربي. أسئلتكم الأساتذة الكرام. سؤال موجه للزميل عبد الرحيم الشيخي، هو ما موقع الشأن الثقافي الخاص بالطفل في التغطية الإعلامية للإعلام العمومي؟ أولا يجب أن نعترف بأن
التغطية الإعلامية تواكب المنتوج الموجود على الساحة. صحيح أن هناك طفرة نوعية في أدب الطفل، هناك كذلك طفرة نوعية في الرسم، في الرسم للطفل، في المسرح للطفل. حقيقة أن المهرجانات يعني قد تكون قليلة، واحد أو اثنين بالنسبة لمسرح الطفل، ولكن إعلام الطفل أخذ حيزا أكبر مما ينتج ثقافيا للطفل، وهذا شيء مهم من المفارقات، لاحظوا معي، وهذا شيء مهم. إلا أنه الآن أصبحنا على اقتناع بأنه بالفعل يجب أن نواكب وبطريقة جيدة كي نربي الطفل على حسن استهلاك الثقافة، وهذا شيء جميل. قبل واحد سؤالي، أجدد سؤالي بخصوص تواجد فريق لمتابعة الأخبار الثقافية. هل لدى مديرية الأخبار وبالضبط الأخبار الثقافية فريق لمتابعة الأخبار الثقافية؟ والشيء بالشيء يذكر، يعني أذكر هنا مثالا حيا عشته بنفسي، فزت بجائزة الإبداع العربي السنة الماضية، لم يكن هناك أي تواصل من طرف، أنا لا ألوم هنا، أنا فقط أشخص وضع يعني عشته بشكل شخصي كي لا نبتعد كثيرا، فلم أتلقى أي اتصال من مديرية الأخبار، ولا يعني علما أن جائزة يعني كبيرة تقدمها مؤسسة الفكر العربي، يعني ليست جائزة صغيرة أو غير معروفة، يعني أحدثت ضجة عربيا، ولكن لم أتلقى أي اتصال. سؤالي هو، ما مدى وجود فريق لمتابعة الأخبار الثقافية من هذا النوع، بحيث لا نغفل مثل هذه الأحداث الهامة ولا يكون هناك تقصير؟ أولا الإجابة على هل هناك فريق يواكب الشأن الثقافي، هناك فريق يواكب الشأن الثقافي، ولكن لا ننسى أنه داخل الصحفيين هناك تنافس من يحصل على متابعة الشأن الثقافي. الشأن الثقافي هو شأن جميل ويغري بالمتابعة، والجميل في متابعة الشأن الثقافي هو أنه يسمو بالذي يتابعه. صح. درجة أكثر. أما عن سؤالك وفوزك بالجائزة، مبروك، ولكن انا فقط مثال، انا انت اعلامي، لا انا الذي ساؤاخذك. لماذا لم تتوجه الينا كفريق عمل؟ لنقول سقط سهونا بيننا نحن الزملاء، تصور معي، لماذا انا الوم نفسي ولماذا لم اتوصل بخبر من زملاء اخرين؟ فقط هذا هو المشكله، مشكله التواصل بيننا نحن الاعلاميين. ولكن ربما انا غير ربما الاجابه على عبد الواحد السيتو كانت تنسيق من طرف الاخ ياسين عدنان، وتم استضافه سي عبد الواحد السيتو في برنامج مشاهد. انا لا 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 انا اسمح لي لك هذا المحتوى، ولكن قطعتني زهور. لا اسمع، هنا لابد من التفريق، هنا لا نتحدث عن البرامج الثقافيه، لا كان سؤالي عن الاخبار الثقافيه. أنا تابعت حلقة، شوف إيراده كخبر، شوف أنا تابعت الحلقة مع ياسين عدنان، مشكورا، أنا تابعت مع الزميل ياسين عدنان ورأيتك جامعا مانعا، يعني أن الحلقة كانت مغرية بالمتابعة. جميل، شكرا. ولكن أنا أؤاخذ زملاء إعلاميين هنا، هم منتجون أدباء كلهم. تصور معي مثلا أن صديقا صحفيا يعني أصدر كتابا في نقد المسرح وأخذني عن عدم متابعته، وأنا لا علم لي بأن الكتاب قد نشر، وهو صديق يعني قريب جدا. الإصدارات كثيرة لكن الجوائز العربية قليلة. أنا أتكلم لك عن 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 إصدار، يعني حتى لو شخص يعني غير الحوار ديال هذا، غير مثال أضفناه كمثال. لا كمثال، ولكن يعني كيبقى يعني ربما السؤال سي عبد الواحد المشيخي، فهي يعني الدور الذي تلعبه يعني الفرق الروبورتاج هي المكلفة بتغطية ومواكبة الأخبار الثقافية، وإحنا كنعرفوا بأن هناك مراسلين يعني في كل يعني ربوع المملكة، وكذلك يعني كاين واحد المجموعة ديال المراسلين اللي هما كيتواصلوا معكم من الخارج، فكيفاش كيتم هذا التنسيق؟ كيفاش يعني ربما كما قلتي سقط سهوا، يعني كيتنسى بأن مثلا تمت تغطية حدث معين ولم يتم تغطية حدث آخر يعني بالحجم الكبير، كيفاش يعني كديروا التدبير؟ أنا هذا هو الكلمة اللي كنت بغيت نقولها، يعني كيف تدبرون؟ لا أنا قلت يعني سقط سهوا كي أحيله. نعم. على برنامج قدمته. نعم. القناة الأولى، وهو يعني مشارف كيف تدبرون؟ يعني مواكبة بالمزحة، أما لا شيء يسقط سهوا. لا لا لا،
هو أن نخطط له. لا نخطط له. هناك يعني متابعة يوميا للشأن الثقافي. وبالتالي خبر الثقافة يصل بطريقة أو بأخرى. في الثقافة لا شيء يعني يمكن أن 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 أن, أن يتناسى أو ننساه. لا هناك متواجد الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الزملاء، عبر الهاتف، عبر الإرساليات، عبر هناك طاقم يعني مركز في مديرية الأخبار مكلف ببرمجة وتغطيات لعدد من الأنشطة، وهناك فرق على مستوى التراب المملكة يعني تواكب هذه التظاهرات وتقدم يعني روبورتاجات متميزة عنها. نعم، ربما الوقت يسرق منا الكثير، فإحنا وصلنا للمحور الأخير ومعذرة لأن الوقت ديال البرنامج 52 دقيقة. السادة الأساتذة، أستاذ عبد الرحيم الزبار، أستاذ عبد الواحد السيتو، فكيف ترون مستقبل أو الأفاق المستقبلية للحضور الثقافة بوسائل إعلام السمع البصري العمومي ولا سيما بمديرية الأخبار؟ وحنا كنعرفوا الآن هذا التطور الجديد اللي عرفته مديرية الأخبار، أولا في التلبيس الجديد للنشرات الإخبارية، وكذلك يعني حضور المادة الثقافية بشكل مباشر على القناة. فكيف يعني أنتم ترون، هل من اقتراحات لتطوير ما هو موجود، وشنو هما يعني المتطلبات كمثقفين اولا؟ المفترض ان تكون استراتيجيه واضحه، وضعها المعالم استراتيجية في شأن تدبير الشأن الثقافي. حتى المثقفون يعني بدورهم ضرور من الفرض انهم يتكتلوا في هيئة. وحنا في الندوه الاخيره اللي نظمها المركز الاعلامي بشراكه مع وزارة الثقافة والاتصال، خرج بتوصيات من بينها انشاء تكتل الصحفيين اللي المختصين في الكتابه الثقافيه. كاين مساله اخرى اللي هي كتتعلق يجب تضافر جهود لا الزملاء الصحفيين المثقفون، ولا وخصوصا وان احنا كنلاحظوا كاين اراده كاين اراده لا على مستوى الاعلام العمومي لا على مستوى القائمين على الشان السياسي اللي كيدبروا وزاره الثقافه خصوصا، وهذا ملحوظ يعني هذا امر الكل يعني كيجمع عليه. اذا كنزيد ناكد ان يجب ان تكون استراتيجيه واضحه المعاليم على المدى القريب البعيد والمتوسط. نعم سي عبد الواحد السيتو، حنايا كنتكلموا على هذه الاستراتيجيه، واللي مهم جدا هو يعني كيف الترويج للثقافه عبر وسائل الاعلام، هذا مهم جدا، كيف التسويق لها. الكل يتكلم على اقتصاديات في مجالات متعدده، فاقتصاد الثقافه مهم جدا، وسائل الاعلام العمومي هي مواكبه، نقول هي الشريك. فانتم يعني من كونكم اولا كاعلامي وكروائي، فكيفاش كتشوفوا هذا الدور اللي خصو تلعبوا يعني التلفزه المغربيه في التسويق والترويج والمواكبه والشراكه الفعاله في ترويج هذا المنتوج الثقافي؟ كنظن انا عندي شبه خلاصات وشبه مقترحات للتطوير هذا بشكل مختصر بدون اخلال. اولا استعمال مواكبه التطور التكنولوجي، استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، كنلاحظوا ان مجموعه البرامج الفنيه في اخر المطاف تدخل في فيما هو ثقافي، تحظى بمتابعه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي، والترويج اغلب الترويج لها كيتم في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. نعم صحيح. وبالتالي تزيد من نسبه المشاهدين من خلال اللعب على هذا الوتر. نعم. لما لا وسائل البرامج الثقافيه تقوم بنفس المهمه وتطور اكثر التواصل مع الجمهور، وحاليا موجود الجمهور كنظن على وسائل التواصل بما انها جمعت جميع الشرائح، فلو اننا نجحنا من خلالها وهي كتيسر هذه المساله نجمعوا المثقفين كاملين والادباء والناس المتابعين الشان الثقافي، كنظن غادي تكون شريحه غنزيدوا من نسبه المشاهدين بشكل كبير. النقطه الثانيه وهي دائما في باب التطوير، وهو تطوير طريقه التقديم. عطيت مثال قبيلتي يعني ما تبقى ديك الطريقه التقليديه الدائمه ما فيها بس يعني نشوفوا شي حاجه ثوريه شويه مختلفات تجذب المشاهد قبل حتى ان يطلع على المحتوى، نغريه اولا ثم ندس له المحتوى انجاز هذا التعبير. اخيرا تنويع الاجناس، اعطى مثالا السي عبد الرحيم، كنظن هو يجتهد في هذا الباب هو وفريقه، بورتري روبورتاج ما بقاوش ديما في نفس الميكرو تروطوار، هذا شويه نوعوا البورتري هذا، والتغطيات تختلف ايضا ما تبقاش فقط المعارض، الكتب ما فيها باس نطلوا شويه على الكاريكاتير، نطلوا شويه على
المختلف حتى على سبيل المثال اللي عطى الزميل طاهر والطرف الروبورتاج، اللباس لما لا، التراث، الطبخ إلى غير ذلك. نعم، وكذلك الكتابة الفيسبوكية ولك يعني رواية تنشين وهذه جديدة. نعم سي عبد الرحيم الشيخي، لك الكلمة الفيصل، الكلمة الأخيرة بالنسبة للاستراتيجية التي يعني كتوجدها مديرية الأخبار في أن تكون الثقافة لها يعني الحد كبير، اهتمام من طرف لا يعني المسؤولين على الشأن الثقافي، ولا كذلك يعني المتلقي، أنه هو أن إشراك هذا المتلقي اللي كنشوفه في الآونة الأخيرة هو عازف على كل ما هو ثقافي، وإحنا كنشوفوا القراءة يعني غير نسبة للقراءة هي نزلات بالنسبة لهذا المتلقي، فما يمكنناش نواكبوا واحد الأشياء اللي هي ما كيناش. فأشنو هي استراتيجية ديال مديرية الأخبار في هذا الشأن سي عبد الرحيم؟ استراتيجية مديرية الأخبار يعني تنبع من إيمان، من إيمان المشرفين على مديرية الأخبار بقوة الثقافة المغربية وتعددها، بقوة الإنسان المغربي، لأن الثقافة المغربية هي إنتاج للإنسان المغربي، هذا الإنسان المغربي المتعدد الحامل لتراث متنوع وقوي. الكتابة المغربية تختلف عن كل الكتابات في العالم، قد يستغرب البعض ولكن هذا هو الواقع، لها دقتها، لها شخصياتها، لها مكوناتها، لها تشكيلها، لها فيلمها، لها يعني خصوصيات. فانطلاقا من هذه الخصوصيات ستأتي هذه الاستراتيجية التي سيعلن عنها في أوانها، وهي استراتيجية جميلة جدا وستغطي كافة المناحي، ولكن بطريقة جديدة وطريقة مبتكرة وطريقة جميلة، لأنه لدينا جيل من الصحفيين الآن يعني متمكنون من أدوات النقد، متمكنون من أدوات المتابعة لمختلف الفنون والمظاهر الثقافية، ونتمنى خيرا إن شاء الله. نعم، فما شنو هو الجديد ديال مديرية الأخبار في الشأن الثقافي؟ تهضرتي على السلسلات، على السلسلات. نعم، سنستمر في السلسلات، ولكن هناك استراتيجية لجميع الفنون كي تكون حاضرة داخل نشرات الأخبار بمختلف لغاتها. شكرا سي عبد الرحيم بن شيخي، كنذكر بأنك كاتب أولا ومقدم النشرة الثقافية بمديرية الأخبار بالقناة الأولى التابعة للشركة الوطنية لإدارة التلفزة. شكر موصول لك سيدي عبد الرحيم زباخ، الإعلامي ورئيس المركز الإعلامي المتوسط ومدير نشر جريدة لا ديباش بطنجة. شكرا على إغناء هذا النقاش. شكرا كذلك سي عبد الواحد السيتو، الروائي والصحفي بالموقع الإلكتروني هاس بريس. شكرا أنكم خديتوا جيتوا من طنجة وتحملتوا يعني تعب باش توصلوا لهنا وتتابعوا معنا هذا النقاش. شكرا كذلك موصول للسيدات السادة المشاهدين والمستمعين. نتمنى أن نكون قد تفاعلنا وأجبنا على البعض من أسئلتكم واهتمنا بمجموعة من الاقتراحات، ليبقى التفاعل والتواصل الدائم مع برامج قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. لكم من فريق برنامج الوسيط كل الشكر، إلى اللقاء.